بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله تكونوا بخير. تحدثنا المرة السابقة أو الفيديوهات السابقة على لي بول من ناحية لا ريجيون أوسيس، من ناحية العظام. اليوم إن شاء الله نحاولوا نكملوا دائما مع لي بول، ونتحدثوا اليوم بالنسبة لي جوانتير لي زارتيكيلاسيون. تبقى لنا أوتر بارتي نتحدثوا فيها على لا ريجيون ميسكيلار، على لي ميسك. من بعد ان شاء الله نقدر نديرو ليماجيري كما نشوفوها في الاراضي، وكما نشوفو لي بوان في الاراضي في ستاندار، ولا كما نشوفوها بيان سير في ليماجيري بار ريزونانس ماغنيتيك. بالنسبه لي جوانتير اللي لازم تعرفهم، لي زارتيكولاسيون، عندنا تروا تيب دارتيكولاسيون في لي بول. كاينه ان ارتيكولاسيون هنا يسموها ان ارتيكولاسيون ستيرنو كلافيكيلار، كاينه ان اوتر ارتيكولاسيون يسموها ارتيكولاسيون اكرونيو كلافيكيلار، اي لا ديرني ارتيكولاسيون يسموها ارتيكولاسيون اميرال غلينو اميرال. داكور، نتحدثوا حاليا على الارتيكولاسيون ستيرنو كلافيكيلار. الارتيكولاسيون ستيرنو كلافيكيلار هذه تيتين ارتيكولاسيون سينوفيال ولا ديارتروز. اللي لازم تعرفها اللي انه لي ديفيرون تيب تاع الارتيكولاسيون، كاين تروا تيب دارتيكولاسيون. كاينه ان ارتيكولاسيون يسموها سيناتروز، ستادير ايموبيل ما تتحركش. كاينه ان ارتيكولاسيون اون فياتروز سيمي موبيل، وكاينه ان ارتيكولاسيون موبيل يسموها ديارتروز. بيان سير لنا ستيرنو كلافيكيلار سي ان ارتيكولاسيون سينوفيال ديارتروز، سيتي ما بين ليكستريميتي ستيرنال، ليكستريميتي ستيرنال تاع الكلافيكيل، وما بين ان انسيسير كلافيكيلار تاع لو مانيبريوم ستيرنال. اللي لازم تعرفها بلي انه هذا ستان ستيرنوم في ان مانيبريوم في ان كور، اي يكمل ان ابانديس يسموها ابانديس سيفوي. احنا ما يهمناش حاليا هذا، يهمنا انه الارتيكولاسيون ستيرنو كلافيكيلار هذه فيها عندها ليكستريميتي ستيرنال تاع كلافيكيل، وعندك انسيسير كلافيكيلار تاع المانيبريوم. بيان سير كاين ان ديسك يسموه ان ديسك ارتيكيلار، هذا ان ديسك ارتيكيلار فورم باي دي كارتيلاج ان نوتر تي تاع الكارتيلاج يسموه كارتيلاج فيبرو، كي اي اتاشي على كابسيل ارتيكيلار اي بارتاجي اون دو كومبارتيمون. سو ديسك بيرميت لا سيرفاس ارتيكيلار ادابتي لان ا لوتر. الكابسيل ارتيكيلار هذه هي فيها كاين عندك روا ليغامون برينسيبو، كاين ليغامون يسموه ليغامون ستيرنو كلافيكيلار انتيرير اي بوستيرير، انسي بار ان ليغامون يسموه ان ليغامون انتر كلافيكيلار كي لا سيرمونت. كاين ان تروازيام ليغامون يسموه ان ليغامون كوستو كلافيكيلار، ان ليغامون كوستو كلافيكيلار. تقريبا هذا واش نقدروا نشوفوا بالنسبه للارتيكولاسيون ستيرنو كلافيكيلار. كاين ان بتيت فيديو يتحدث لنا على لي موفمون اللي تقدر ديرهم هذه الارتيكولاسيون، خليكم معاه. L'articulation sternoclaviculaire permet à la clavicule d'accomplir des mouvements vers le haut, vers le bas, en avant et en arrière. Tous ces mouvements se combinent au cours de la circumduction. Un déplacement de l'extrémité sternale de la clavicule se trouve amplifié à son extrémité scapulaire. تقريبا هذا واش نقدروا نشوفوا في هذا التيب تاع الارتيكولاسيون ستيرنو كلافيكيلار، لي موفمون لي ديرهم، بيان سير لي ليغامون لي كاينين. نروحوا للدوزيام تيب تاع الارتيكولاسيون، يسموها ان ارتيكولاسيون اكروميو كلافيكيلار. هذه الارتيكولاسيون اكروميو كلافيكيلار اي اوسي سي ان ارتيكولاسيون ديارتروز كي كونيكت سكابيلا الى كلافيكيل، اي فورمي ان سيتير سكابيلار. هذه الارتيكولاسيون سيتي على سيرفا ما بين لا سيرفاس تاع l'articulation acromiale, dans l'extrémité de l'acromion, et une surface articulaire claviculaire. D'accord? Et par qu'il y a une capsule, c'est moins une capsule articulaire, elle a des ligaments. Normalement, il y a quatre types de ligaments. La semaine d'accord, il y a un ligament qui s'appelle un ligament acromion claviculaire. Il y a un autre ligament qui s'appelle un ligament thoraco-claviculaire. Il y a الليغامون كونويد كما هضرنا المره اللي فاتت على الكلافيكيل، قلنا بلي كاين لهنا ان بلاس يسموها سيرفاس كونويد. هذه السيرفاس كونويد يلصق فيه الليغامون يسموه الليغامون كونويد. بيان سير كاين ان اوتر سيرفاس يسموه ان سيرفاس ترابيزويد، وين تلصق فيه الليغامون ترابيزويد. داكوغ، كاين هذا بالنسبه للكلافيكيل. بالنسبه للسكابيلا عندها دو ليغامون برينسيبو، عندها الليغامون يسموه ليغامون ترافيرس دو لا سكابيلا، ها وين لهنا هذا الصغير كاع، وكاين ان ليغامون توراكو اكروميال. داكوغ، يبقى لنا مانتينو لي موفمون اللي تقدر ديرهم الارتيكولاسيون هذه.
نخليكم مع فيديو صغير على هذا الموضوع. L'articulation acromio-claviculaire ne permet que de petits mouvements de glissement qui permettent à la scapula de se déplacer sur le thorax. Le plus important de ces mouvements est celui de rotation au cours duquel l'angle inférieur de la scapula glisse vers le côté latéral et le supérieur vers le côté médial ou vice-versa, ce qui permet à sa cavité glénoïde de s'élever ou de s'abaisser. تقريبا هذا الدوزيام تيب تاع لي زارتيكولاسيون سموه ارتيكولاسيون اكروميو كلافيكولير. قلنا لو ديرنيير تيب اللي نقدر نشوفوهم بالنسبه لي زارتيكولاسيون تاع ليبول يسموها ان ارتيكولاسيون ايمورال، ارتيكولاسيون ايمورال ولا ان ارتيكولاسيون لينو ايمورال. وهذه سي لارتيكولاسيون لازم ديرها قاعده في راسك باللي هذه لارتيكولاسيون سي لا بلي موبيل دي لارتيكولاسيون دي كور ايمان، هي اللي تحرك بزاف داكور. سي تان ان ارتروس ما بين لا تيت تاع ليميريس وما بين كافيتي الينويد تاع لو سكابيلا داكور. اللي لازم تعرفها باللي لا سيرفاس تاع سكابيلا هذا تاع كافيتي الينويد بيان سير رولاتيفمون ريدوي مي لي اوغمونت بار لا بريزونس تاع لو لابريم هذا سي ان لابريم الينويد داكور لابريم الينويد. هذه الارتيكولاسيون اللي كونستيتي ان كابسيل كابسيل ارتيكولار فيها دي ليغامو ديفيرون تيب تاع ليغامو. فيها ليغامو غلينو ايميرال سيبيريير وفيها ليغامو غلينو ايميرال موايان وفيها ليغامو غلينو ايميرو انفيرير داكوغ. كاين ان دوتر تيب تاع ليغامو، كاين ليغامو كوراكو ايميرال داكوغ. ميتينو تو بلي ديفيرون ديريكسيون لنا ان ديريكسيون لاتيرال ان ديريكسيون بوستيرير اي ان ديريكسيون اونتيرير نورمال. قعدنا بتيت فيديو يتحدث على لي موفمون اللي تقدر ديرهم هذه الارتيكولاسيون. نخليكم مع هذا الفيديو. L'articulation gléno-humérale ou humérale est la plus mobile des articulations du corps humain. Elle permet aux bras d'effectuer des mouvements de flexion et d'extension, d'abduction et d'adduction, d'exorotation et d'endorotation. Mouvements qui, combinés entre eux, réalisent une circumduction. Les différents types de l'articulation de l'épaule. On a une articulation sternoclaviculaire, articulation acromioclaviculaire et articulation humérale ou articulation gléno-humérale. Nous avons fini cette vidéo avec les différentes articulations de l'épaule. عندنا بتيت بارتي ولا ان اوتر فيديو يتحدث لنا على لي ميسك اللي نشوفهم في هذه لا ريجيون اي على فان نو زون فيغ دي زيكزيرسيس باش نشوفوا اسكو رانا ملاح في هذه اسكو رانا حكمنا ملاح لا بارتي هذه تاع لي بول اسكو رانا تمكنا منها ولا لا. وبيان سير نديروا فيديو ان اوتر فيديو يتحدثنا على ليماجيري ميديكال تاع لي بول سواء لا راديو ستاندار ولا لا ريزونانس مانيتيك لي ار ام. آخر كلامنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.